بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. بدنا كان لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله إنك تاريخ شرك في القابين أقول، وإنت تاريخ النشرك نتاريخ ويحقن نا بدنيني بناش كاس يا قدري نت القابين أقول إن شاء الله ويحقن نتاريخ نشركه تاريخ الشرك. التوحيد هو الأصل في بني آدم، والشرك طارئ ودخيل. إن أصل بني آدم لي توحيد جن وريخ جاهل جن يتخلق الله جن دمبرن شركن تركنا شركة شيء قبرجن شيء دخيل جن شيء طارئ جن شيء مستحدث جن شيء دمبرن أخاه جن أصل أخلاني شيء يعني دخيل جن شيء برد انتحون شيء قبرجن قبر أكون زك كذا نلد حبر سياخ صنعتقن ان اسلد اخلا ان اساس اخلاني. كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين ادم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد. نبي الله ادم تلد نوح اخراسك ان فتره اثنين نيو ورجوهن نيو توحيد لي رجوهن 10 قرن نا 1000 سنة يعني 100 تقريبا أو كذا قرون يعني ما ناخي ناسل قدامه ورجوهن أسان بني آدم ورجوهن أسل الإنسان ورجوهن توحيد رجوه. أول ما حدث الشرك في الأرض هون حصلهن أول شرك حصل عضيبه قرقة تاريخ وين تاريخ جن أول ما حدث الشرك في الأرض كان في قوم نوح لما غلوا في الصالحين. مرة غلات يعني مرة زيادة حقلت زيادة يعني سوى ما جفاء لتوو ما غلات أخو نا غلو لتوو نين قوم نوحون. كان في قوم نوح لما غلوا في الصالحين وصوروا صورهم ثم آل أمرهم إلى عبادتهم من دون الله، فأرسل الله إليهم نوح عليه السلام يدعوهم إلى التوحيد. طيب أول قوم نشرك لي تريو إن صالحين ناوسي يعني ترو سنة كسينة نات عبدنا جربيو قوم نوح قن. ما لنا تاريخ نبي الله نوح لذ نوح رد تريح قلنا إن سنة 2. طيب الشرك في قوم موسى حدث عندما اتخذوا العجلة جرقة ناقصي جار سنة قد نقول عبدنا الإله سين يقول سبحان الله نين كدو لين أرجن. الشرك في النصارى كدو نصارى دي كدو وهبحت القنين حدث بعد رفع عيسى عليه السلام إلى السماء، فجاء بولس الذي كان يظهر الإيمان بالمسيح مكرا وخداعا، فأدخل في دين النصارى التثليث وعبادة الصليب وكثيرا من الوثنيات. كدو نين شرك ان نصارى رغلا خصوصا ان سليب سنة كانس عبد نور سيخو أسانور كودو جار خورق قراغن يو ورن عيسى دي جار دي مريم دي يو ما نشركيات لي نا نيلتوا ونين كودو جزء من شرك خوغن. لينغر الشرك في العرب برن عرب لي حصلوا كودو شرك ويحقن نينغا حدث على يد عمرو بن لحي الخزاعي الذي غير دين إبراهيم عليه السلام وجلب الأصنام إلى أرض الحجاز وأمر بعبادتها. نقر ونين دين نبي الله إبراهيم عليه السلام وصي
بدلوا نبي الله إبراهيم نوحد رقاق ان توحيد دعيو لهم رقاق ان توحيد سنة دينيس بدلوا أسنام ناصر قلهم عبدونا لهم قريش ما حجاز نيوك مكة دي نمناطق الروم من مناطق الحجاز استرقتي نرتل ناصر قلهم طائف رو جد رو نا قرب المملكة العربية المنطقة القربية نين وأقل منطقة الحجاز استتي نرتلا ناصر قلهم أمانات يعني عبد الله منين آلهة جن يوخنا قروانين نا عمرو بن الحي الخزاعي يستخ دين سين دين نبي الله بلا نصيع قيرو نين الفدو تاريخ نشرك ولدجن الشرك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم نان ين القان ين أمة محمد كن سهل إن شركنا أمة محمد تل واحد كون أبا بكون هم بكم ين نقول ما إلا هم بكم ين ما نقول ما إلا وأنا نيخ ويحقون وهابنيها يعينوا لشانهم ورأسينا شانهم ورا وجبكم نسنعتني سنعتمهم وضروري جن طيب الشرك في العرب قابل يكون ديبو نان الشرك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم تلقابنا يكون حدث على يد الشيعة الفاطميين بعد المئة الرابعة حينما بنوا المشاهد على القبور إن الشرك صنع سو نشيعة جن نشيعتنا لبنان الحاربو نسوريا الحاربو عراق الحاربو يمن الحاربو إن إيران إن شيعة إن أصحاب يعني جخو أصحاب السببو أصحاب الشو إيمان قولهم سنة سقو شو نشيعة إن رافضة نين ملة كفر وجن ملة أعوذ بالله منهم ملة شرك وجن نين جن إن شركسي إن تاريخ إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تنعصو إن شركس توسو نين جن وريها توزنون لهم سلسة يعني لان التاريخ امر دمبي توحيد للدعوه محمد صلى الله عليه وسلم دين النبي الله محمد هو وانوسك نين يعني ان ارففل ترى قبنيني ما بنينوها قبرنا ان ارففل قبرنا نال نات عبدنا واخنوق اولياء شغنا ولا ماخنوق صالحين شغنا ولا ماخنوق اما قدامتي نعبدت نهب ينيها ان شركسي امه محمد صلى الله عليه وسلم توصل له ان شيعة قلنا شيعة من فاطميين وحدثوا بدعة الموالد في الإسلام والغلو في الصالحين كذلك مولد قين جنو قال إنا عاكا قوسي إنا رقص دي إنا طابل دي إنا قال دي إنا لخبطات دي إنا اختلاط دي إنا حاجات ناو قلنا ناو سنو إنا أشياء نجار انطروا لهم ناس ناتك سوسو من صالحين ليركضوا جار سنك القعان لو اللو قرير ينو حسين ينو علي ينو قرير ينو منات عبدنا ومنات رهبنا نا شركيات نين نا بدع نين نا ارفف لي ترهبنا نا غلو ناكو تلد تريحقون وتلد ساقرحقون نا شيعات لد عليهم من الله ما يستحقون نا مشركين نين وكذلك حدث عند ظهور التصوف المنحرف المتمثل بالغلو في المشايخ وأصحاب الطرق وكذلك حدث عند ظهور التصوف المنحرف التصوف المنحرف يعني تصوف إنسان انقطاع تظلل يستوي عند الإنسان الذم والمدح ولله سبحانه وتعالى أشكال الذي بلاكين ان تصوف منحرف إن غلو شديد شخص كميو مشايخ ناولي من اعتقدوا مشيخيخ رضاكور كواكور وكور نابكور وصريت نصاح وانسك نهبك نفعك مكسا ليس انترك ينا نواتك ونا عشانين نين فعلا اشياء شركيات اما انا لا اقصي ام كسالي لي لا وتحصل حقون لان قابنين كسالي يخلص كل وانونسك لا اقينا وانت اكهر قونا به معلش انا موضوعنين شوية مثل قن يعني لكن والله حصل حقون قلي نا ينا قبل رجوه لاخو نا 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 مشايخ لد نا أسياد لد ما ربيت فرلاني مسجد جامعين فرلاني الذنون سب نين أكان لسه ليس وما سليس لما الله أعلم لكن جامع فروق أرجع لك وما لا أقول يقول لهم عن قرو كفينا وان ونونسك يأكل دي قال جماعة ترجعون هني القاشي دي نكونين نا نا قدامك انت راق اللهم وراء سليس نما مسجد فرنما هي على الصلاح هي على الفلاح واسنما نك ودامنا مسجد فرنسك ناو نين يخي الله نادي يعني مثلا مرة نقول لهم رجوعنا تراحون نين حضور مكة سلسا تراحون مكة فرن درس ليس نروه تراحون
ما وراك ودا وراني دا دغه هوكا وريد يعني دويل لي على كره دا فردو عند راس السرير يقش عمرتنا سوى انت دي يقول رجون يعني ف يعني مره غلو اعتقادات حاجات على قوه عقلك قبل قوا حاجات سنه نين ولاد وب نين الشيخ ولا نهبك نين ناخك ينا ما ننيل دقيتنا ما ننيل توسنا نين نفعلنا شركياتنا بتوخ ونا طرق قريو نا بلنا ورا نقلنا بلنا تيجاني يقن شادولي يقن قادري يقن أحمدي يقن ورا نقلنا ورا نقلنا نا مستوفين نا طرق أكتر كمية وما نا السلف الصالح أدقو قرآن أدقو سنة أدقو جهلون أدقو عدل أدقو يعني نشرك سي نبذقو نين نا بينا توسنا ولو نين قن تاريخ شركو هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.